بيعمل لي بس الشكل اللي يعطينا كل الفيوتشرز او اعمل له ريفورد السيجاره بيعطينا الشكل بشكل مطلوب. يعني هذه العمليه يسمونها فيوتشر بيس موديل. هذه الميزه بتعطينا ريبرزنتيشن للسيستم ان توتال فري كونديشنز. بيعطينا ايضا التشينجينج اوف اني ون سيستم بارامترز، ممكن نغير اي بارامترز. Also can be rapidly explore different system configurations. We are in the municipal assembly environments ونجمع الأجزاء ونعمل consequences. بعدها نبدأ exploding بيعطينا الشكل المفكك للرأس ونستطيع أيضا different parts. Also كان بي إذا كان عندنا بان الرسم على الكمبيوتر ممكن أستدعي هذا الرسم أعمل له modifications لأي وقت وأحصل على النيو ديزاين بشكل سريع. كان بي رابط ديزاين أراوند، إذا ممكن إحنا نعمل الدورة التصميمية بشكل سريع. هذا ما يخص الكمبيوتر جيومتريك موديلينج. بالنسبة للفاينت السكند فانكشنز اللي هي عبارة عن طبعا هذا بالنسبه للكمبيوتر انجينيرنج هو مقسم الى 3 ديفرنت اكتيفيتيز هناك ميجر اكتيفيتيز اللي هو كمبيوتر ايدد ديزاين، كمبيوتر ايدد مانيفاكشرنج، كمبيوتر ايدد سبورت. هنا ما يخص المين ترانسبورت لايبرتي لوجيستيك سبورت سمينا، هنا ما يخص البرود تشينج او الكونسبكشنز بشكل عام، وهنا ما يخص الديزاين بروسيس اللي هو البريليمينري ديتيلز. اذا هذا الرسم نستطيع ناخذ منه انه هو بيتناول التوتال لايف سايكل بالنسبة للسيستم. ياخذ بالاعتبار نعم التوتال لايف سايكل على اعتبار انه معطينا السبورتنج بلان اوبريشنز ومعطينا المانيفاكشرنج والكونستكشنز معطينا الديزاين ستيج اوف اور فيس. في الكمبيوتر ايد الديزاين معطينا 3 اكتيفيتيز اللي هو الموديلنج اول اكتيفيتي. احنا ممكن نعمل الرسم على الشاشة من خلال 3 دايمنشنز او 2 دايمنشنز. الاكتيفيتي نمبر 2 اللي هي الفاينت اليمنت اناليسيس، وهذا بيستخدموه اصحاب المدني اللي هو عندهم الستات 3 وغيرها من البرامج اللي هي بتعمل دراسه للمبنى بالكامل، بتشوف توزيع الاحمال و بيشوف الاماكن اللي بتكون عنده كريتيكال وبيعيد التقييم التصميم وفقا بهذه الاختبارات. احنا ايضا بنروح ندرس بالميكانيكا وفي بنروح ندرس الاحمال الميكانيكيه تمبرتشر وغيرها، بنشوف اندكيشن واضح على مدى تحمل الجزء على اساس بنروح ناخذ الماتيريالز وبنشوف ايش السبيسيفيكيشنز المناسبه. اذا هنا عباره عن دراسه او انلايسز لنا للكونديشنز اللي ممكن نتعرض لها التصميم. المرحله او الاخرى هي عباره عن كمبيوتر ايدد درافتنج اللي هي قلنا توثيق الان عمليه التصميم من خلال 2 دايمنشنز. درافتنج معناته 2 دايمنشنز فقط، الرسمه يكون عندي اكس واي اللي هي عباره عن المساقط وعمليه درافتنج توثيق لهذه المساقط. ممكن يعطينا رسم اسامبلي دراوينج ايضا خلال الدرافتنج رسم مجمع لكن بطريقه 2 دايمنشنز. في الكمبيوتر ايدد مانيفاكشرنج الوظيفه الثانيه واللي هنتناولها ايضا هنتناول كيف احنا ممكن نتحكم بالمانيفاكشرنج بروسيس من خلال الكمبيوتر، انه ممكن يكون عندي مصنع اتحكم في كل الاكتيفيتيز من خلال مين كمبيوتر مين ترين كمبيوتر. وبالنسبه للكمبيوتر ايدد سبورتنج اللي هو بيكون عندي في عمليه المانجمنت اللي ممكن نحتاجها بالنسبه لاول سبورتنج بالنسبه ايضا للسيستمز هنشوف الفانكشنز المختلفه. اذا احنا بنعمل بهذه القضيه ثلاثه. الجزء اللي احنا بنوصل فيه ايضا بنتكلم عن السوليد مودلز اللي ممكن نشوفها من خلال الكمبيوتر ايدد، وهذه بتعطينا الاسمبلي دراوينج بالنسبه للاند التصميم، نشوف التصميم من خلال هذا الرسم في دايمنشنز الاجزاء مجمعة مع بعضها، العلاقه بين الاجزاء، كم الحركه اللي مفترض يكون عليها السيستمز او الاجزاء، ايضا بنشوف حاله السيرفيسز بكل كومبوننتس، الانترفيرنس بين ديفرنت كومبوننتس اند سو اون. اذا هذا ممكن نشوفه بشكل واضح من خلال 3 دايمنشنال ريبريزنتيشنز اوف دراوينج. Also develop 3-dimensional models of facilities can be show also what is the operations and maintenance workspaces. يعني من خلال رسمة ممكن نشوف ايش الفراغات اللي بنحتاجها بعدين لهذا السيستمز عشان يحتلها بالنسبة للسبيس لوكيشنز.
وايضا علشان نجري عمليه الصيانه كيف ممكن نجريها، لانه بيعطينا امكانيه ان نفتح على الرسم على الكمبيوتر واخذ الاكسبلودين، اخذ توزيع الاجزاء كيف ممكن نفكها، ايش الفراغات اللي بنحتاجها، كيف ممكن تكون اللوكيشنز والسيت سبيسز اثناء عمليه البيم ترانس. القضيه الثانيه ايضا يمكن نشوفها من خلال الانلايتكال من التولز، وممكن نشوف بالاضافه الى وجود الكمبيوتر ديزاين السبريد شيتس والداتا بالنسبه للوورد بروسيسنج والداتا بيس مانجمنت كابلتيز اللي هي هذه الوظائف المختلفه اللي ممكن نشوفها مع بعض. فاذا عندي كمبيوتر كنا في الرسم 3 دايمنشنز بالاضافه الى وجود وورد بروسيسنج اللي هو الخاص بكتابه التقارير، بالاضافه الى وجود السبريد شيتس اللي ممكن احنا نخرج التقرير عليه، و ممكن من خلال هذه المعلومات لما نعمل عمل التاليف لهذه الدوكيومنت كلها وهذه الانفورميشن كلها بنكون ال ديفرنت اكتيفيتيز بالنسبه للسيستمز. لما نروح ندرس الريكوايرمنتس فور اكزامبل البرفورمانس اناليسيس، ومن خلال التريد اوف ستديز ممكن نحتاج فاينت اليمنت اناليسيس علشان نقيم تريدنج بالنسبه للبرفورمانس سيستمز من خلال مقارنه مجموعه من التصميمات المختلفه. انه انا ابني اكثر من موديل على الكمبيوتر، اروح اعمل دراسه للفاينت اليمنت اناليسيس واشوف ايش الخيار الافضل منهم من خلال الريزلتس اللي احصل عليها بالفاينت اليمنت اناليسيس، او ممكن يكون عندي ستراكشرال اناليسيس اللي يستخدموه اصحاب البدن ايضا. ايضا من خلال السبيس رينج اناليسيس انه انا اشوف عرض الرئيس اللي كان واشوف مدى تحمل الاتجاه المادة بعد كم هذا الشد. من خلال هذا اختار اكثر ماتيريالز على نفس الانسان واشوف الماتيريال المناسبه من خلال دراسه الفاينت ليمت اناليسيس. ايضا كثير من الاناليسيس ممكن اعرض ديفرنت تمبرتشرز ديفرنت ماتيريالز على نفس التمبرتشرز اشوف مدى ريسبونس بالنسبه للماتيريال، اختار القرار المناسب اذا من خلال تريدنج اوف ستديز او اللي ممكن احصل عليها اذا من خلال الكمبيوتر ايدنت ديزاين. من خلال هذا ممكن اعمل التريد اوف ستديز. بيرفورم ريلايبيليتي اناليسيس ان سبورت اوف ديزاين، اذا ممكن نروح نعمل اللوكيشن بريدكشنز، نعمل اللوكيشن للريسورس الموجوده عندنا، ممكن نروح نعمل الفايلر مود نشوف ايش نوع الانهيار اللي ممكن يحصل بالفيروس من خلال الكمبيوتر ايضا. الافكت اوف فايلر مود النتيجه اللي هتحصل نتيجه هذا الايرور اللي ممكن يحصل عندي في الاوبريشن سيستم. الكريتيكال اناليسيس اللي هو بيكون عندي جزء بيحصل في وقت معين، هذا في وقت بيتكرر، اذا هذا الجزء بيكون عندي كريتيكال سيستم يحتاج ان انا اعمل ريديزاين بحيث انه انا امنع هذه الكورس ما اخليهاش توصل بنا للكاستمر او المستهلك. هذا ممكن يتم من خلال الفيلير مود افكت اند كريتيكال اناليسيس. ايضا من خلال الفيول تري اناليسيس هذه الاختبارات اللي ممكن تتم ايضا من خلال الكمبيوتر او مساعده الكمبيوتر ممكن نعمل اختبارات حتى نهدد هذه الفانكشنز. سنيك سيركت اناليسيس ايش نقصد بالسنيك سيركت اناليسيس؟ هو دوائر دائره بس معموله على شكل سنيك. هذا نعملها اناليسيز للسيركتس هذه من وجهه نظر طبعا اللينك الكلي وخاصه بالمايكرو فابريكيشنز فور الكترونكس، بنحاول نشوف التاثيرات المتدربه للينك وغيرها على الالكتريكال بروبرتيز. الكريتيكال يوسف اوف لايف اناليسيز بنحدد العمر الحرج بالنسبه للاجزاء، والانفايرمنتال ستريس اناليسيز بنروح نعمل تحليل الاشادات لمن بالجوز تحت تاثير الانفايرمنت المختلفه من خلال اذا هذه الاختبارات ممكن نروح نعمل تقييم نهائي لمن للريلايبيلتي فانكشنز. Also performability analysis ممكن نعمل عمليه تحليل لمن للمايكرو ترانزاكشنز سيكونس اللي ممكن تبدا في بعض الميترانس.
السبير بارتس اللي بنحتاجها. إذن من خلال عملية الالوكيشنز إنه نروح نعرف وين بالضبط بيحصل الايرورز والفيليرز، أين ممكن تتم عملية الصيانة، تحديد هذه الايرورز وأيضا تحديد إجراءات الصيانة المطلوبة. الاستعانة طبعا بهذا المود أوف تيستينج اللي هو عبارة عن الفيلر مود أند ديفكت كريتيكال أنالايسيس، الدايجنوستيك اللي هو نقصد السيستم كيف ممكن نخليه هو يعطينا الإنديكيشنز على الفيلرز اللي ممكن تحصل. التست ريكوايرمنت اناليسيس، المينتنس تاست اناليسيس، اذا بنروح نعمل عمليه تحديد ايفنت للمينتنس تاسك اور اكتيفيتيز. بيرفورم هيومن فاكتور اناليسيس، هنا بنعمل عمليه تحليل لمن للفاكتور الاساسي المتعلق به يعني الشخص اللي بيشتغل عندي، من خلال الفانكشنال اناليسيس نشوف الوظائف اللي ممكن يقوم فيها. الاوبريتر تاسك اناليسيس اللي هي وظيفة المشغل بالنسبة للسيستمز. Operation Sequence اللي هو التتالي التتابع في عملية التشغيل من خلال Diagrams اللي هو عبارة عن Operational Sequence Diagrams. Training Requirement Analysis متطلبات التدريب بالنسبة للأشخاص، كيف نشوف الإجراءات المطلوبة لعملية التدريب. بنفورم سيفتي اناليسيس، هنا بنقيم الريسك بالنسبه للسيستمز، لازم نعمل اختبار للريسك اللي ممكن يتعرض لها السيستم، وبالتالي نشوف الهازارد او الريسك بالنسبه من خلال الهازارد اناليسيس ومن خلال الفيول تري اناليسيس. اذا اول راح نعمل اختبارات من الريسك اللي ممكن يتعرض لها الشخص اليوزر او السيستم نفسه، او كيف ممكن نعمل اكتشاف لهذه الهازارد او البيس السيستم. بيرفورم سبورتابيلتي اناليسيس اللي هي متعلقه بالمينتنس ريكوايرمنتس اناليسيس والريباير اناليسيس لايك سبير ريكوايرمنت اناليسيس ترانسبورتيشن اند تيست اكويبمنت. نروح نعمل بيرفورم فاليو كوست اناليسيس، كيف ممكن نتعقب الايدد فاليو بالنسبه للسيستمز اللي عندنا او للكومبوننتس اللي عندنا او الماتيريالز، الى من خلال الفاليو انجينيرنج اناليسيس سواء كان through manufacturing process or different transforming of materials، ومن خلال اللايف سايكل كوست اناليسيس. الفانكشن نمبر 3 utilization of database management، اذا هنا مطلوب من عندنا نروح نستخدم الكمبيوتر في المانجمنت اكتيفيتي. قلنا سيستم انجينيرنج مش فقط ساينس او تكنيكال، لكن تعني بالاخير وظيفه اساسيه اللي هي عباره عن الجايدنس فور ديفرنت اكتيفيتيز ان السيستم اللي هي عباره عن بلانينج اورجانيزيشن بالنسبه للسيستم انجينيرنج. اذا من خلال المانجمنت ممكن من خلال الكمبيوترز with separate sheets اللي هي عبارة عن format sheets و word processors capabilities اللي هي موجودة في الـ word offices بشكل عام، ومن خلال هذه functions ممكن نروح أولا نشوف الـ functional flow diagrams بالنسبة للوظيفة، نروح نبني هذا المخطط. الـ information data flow diagrams، dependency diagrams، reliability flow diagrams، action diagrams، and decision tree and tables diagrams or tables. إذا نروح نبني هذه الانفورميشن كلها ممكن على الكمبيوتر من خلالها، واللي ممكن تكون عندي في المانجمنت فانكشنز تصبح عندي بشكل سهل، وممكن نعمل عملية ترانسبورتيشن للداتا انتو اذر انديفيديوال اور اور ستيشنز. Develop and maintain database that includes historical design data, path list. إذا نرجع للتصميم القديم اللي عندنا ونحاول نستدعي بعض الـ information الموجودة عندنا اللي هي related to design or path list, material list, supplier information. هذه الداتا ممكن نستغلها الآن لغرض التصميم الجديد، ممكن ناخذ نعمل modifications المطلوب من خلال هذه الداتا وتصبح عندي السايكل اوف ديزاين اند ديفلوبمنت بروسيس تصبح عندي باقل وقت. الفانكشنز نمبر 3 اللي هي المانجمنت انفورميشن سيستمز، من خلال تبادل او كوميونيكيت داتا انتو ديفرنت ورك ستيشن، ومن خلال ايضا عمليه التعاقب اللي ممكن تتم للبرفورمانس او تكنيكال برفورمانس كريتيريا، من خلال ايضا ممكن الباث ميثودز او كريتيكال باث ميثودز.
إذا بنشوف الكاد أو الكمبيوتر بشكل عام ممكن نستخدمه في الكونسبشوال ديزاين، في البريليمينري سيستم ديزاين، في الديتيل ديزاين، في البرودكشن، في السيستم يوتيليزيشن اند لايف سايكل سبورت. معناه انه احنا ممكن نشوف الاكتيفيتيز بالنسبه للكارنت تولز موجوده من خلال اللايف سايكل اوف سيستم او تو ذا لايف سايكل اوف سيستم. بالنسبه للديزاين بروسيس ممكن نشوفها من خلال يعني الديزاين لما نتكلم عنه هي من خلال الكونسبشوال بريليمينري والديتيل ديزاين، ممكن نشوفها من خلال الكمبيوتر ايد ديزاين او الكمبيوتر ايد انجينيرنج. بالنسبه للبرودكشن نشوفها من خلال الكمبيوتر ايد مانيفاكتشرنج او كمبيوتر انتجريتد انجينيرنج اللي هي عباره عن سي اي ام اللي هي عباره عن الكمبيوتر انتجريتد مانيفاكتشرنج. في اللايف سايكل ممكن نشوفه من خلال قلنا الكمبيوتر او في الديفرنت حقيقه لانه احنا المينتنس سبورتنج بنحتاجها في نحددها من الفيرست ستيج، لكن بتطلع عندنا استخدامها الى الغرض منها بالنسبه للسبورتنج اثناء الاوبريشن للسيستم اثناء المينتنس او الديسبوزر اللي هسه عبرنا عنها من خلال الكمبيوتر ايضا سبورتنج او لوجيستيك سبورتنج. لما نروح ننظر للورك ستيشنز بالنسبه للسيستم لما نقسم الاكتيفيتيز عندنا الى مجموعه من الورك ستيشنز ونريد نبني هذه الورك ستيشنز بيعتمد بناها على مجموعه من البارامترز. اول البارامترز عندنا هو عباره عن الديزاين فانكشنز. بنشوف بنعمل تحليل للفانكشنز اللي عندنا الديزاين فانكشنز ونشوف هل تستدعي انه يكون عندي ورك ستيشنز او لا. اذا الكومبليكيشنز او كومبلكسيتي اوف ورك ستيشن بتعتمد على وات از ذا ديزاين فانكشنز ويش نيد تو بي بيرفورمنت، وعلى اساسها بنروح نتخذ قرار انه احنا بنحتاج نعمل ورك ستيشنز او لا. العمليه الثانيه اللي هي عباره عن النتشر اند كومبلكسيتي او الفانكشنز الثانيه اللي بنحتاج ناخذها في الاعتبار لما ناخذ من الورك ستيشنز هي عباره عن الكومبلكسيتي اوف ذا سيستمز. لما يكون عندي سيستم مكون من مجموعه من الكومبوننتس او سب سيستمز ويشوف انه الكومبلكسيتي بتزداد، اذا بنحتاج انه نروح نبني اكثر من وورك ستيشنز. الفانكشن نمبر 3 هي عباره عن الاديوكيشن اند فيجنز اوف ذا بيرسون مانجر او ريسبونسبل فور ذا ديزاين اند بروسيس. هذا الشخص يعتمد على الخلفيه بالنسبه للنولج بالنسبه للشخص هذا اذا كان بيحتاج انه يستخدم الكمبيوتر تكنولوجيز او لا، ويعتمد على الاديوكيشن اند فيجنز اوف ستيشنز. The degree of management support relative to modernizing the design property. اذا بنشوف كم هي الاداره مساهمه او لها رغبه في ان تتبنى هذا الابروتش في عمليه ادخال new tools into system engineering. The last one is the availability of the necessary budget resources. إذا بنشوف عندنا لأنه السيستمز أو البادجتس بتحتاج كلفة، وبالتالي لازم تشوف المواد اللي عندك تسمح للإجراء أو لا عشان تروح تستخدم الـ new tools والـ work stations process. إذا بشكل عام الـ work stations إحنا بنروح من خلال السيستم address the system functions، وهذه الـ functions المختلفة اللي ممكن نشوفها في الـ work stations اللي ممكن تجيب من خلال ممكن الكمبيوتر ايد ديزاين. الكمبيوتر ايد ديزاين بنعمل كثير من الـ analysis activities، ممكن يكون له علاقة بالفورمانس، ممكن يكون له علاقة بالستراكشر، ثيرمال، كينماتكس، هيدروليكس، الكتريك، different functions ممكن نعملها اثناء عمليه الانلايسز. من خلال هذا الانلايسز اذا بنروح نعمل جنريشنز للموديل النهائي بالنسبه للتصميم، نعمل الجرافيكس المطلوبه وبالتالي يتولد عندي التصميم. هذا التصميم بنروح نرسله الى مانت عباره عن داتا بيس فايل اللي موجود في السيستم من خلال الانترفيرنس الموجوده بين different systems او باكيتس. نستطيع نقل هذه البيانات من ديزاين كمبيوتر ايد ديزاين الى الكمبيوتر ايد مانيفاكتشر. يعني عندي كاد خلصت وظيفه للتصميم اريد ان احط فن مان للمانيفاكتشر كمبيوتر ايد مانيفاكتشر. اذا هنا بنروح نعمل انتجريشنز
نحتاج ان نعمل انترفيرنس بين ذيس ديفرنت اكتيفيتيز من التصميم الى التصنيع.